أنا عاوز أذكر المشاهد الكريم بهذه اللقطة من فيلم حياة أو موت، وفاكرين أول مشهد ده لأنه بيتكرر بشكل آخر. الدكتور محمد سعودي قال نقطة كويسة قوي، قال ده اللي وصل للإعلام، لكن في منشورات كل يوم بتطلع إن في خطأ بيحصل في الأدوية بشكل أو بآخر. نشوف المقطع ده لأنك هتفتكره كويس قوي إحنا بنتكلم على إيه. لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل، الدواء فيه سم قاتل. عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكمدارية وعلى كل من يعرف مكان أحمد إبراهيم المذكور المبادرة بتحذيره إذا كان قريبا منه، أو اختار الحكمدارية فورا. من حكمدار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس، لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل. أوجب النهاية. عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكمدارية. أنا عاوز أقول لكم المشهد ده جوانا وإحنا اتربينا عليه، لأنه كان في صيدلي غلط وهو بيركب الدواء لبنت راحت تشتري دواء لأبوها، فعشان ضميره يستريح بلغ كل المسؤولين ووصل إلى الإذاعة، والإذاعة عملت بيان. فأحمد إبراهيم في كل مصر، شوفوا كم أحمد إبراهيم في مصر ما خدش الدواء. الحالة بتتكرر، صحيح ما فيش سم قاتل في الدواء اللي إحنا بنتكلم عليه عشان ما نهولش قوي ونخوف الناس، لكن في خطأ، واللي يقف عند الخطأ البسيط هيتحمل ويمرر الخطأ الكبير.